فريق الاستقلال الوحدة والتعادل يا بمجلس النواب هو صوتكم بكل أمانة داخل القبة وخارج القبة، هو خير محام لكم كي يدافع عليكم في كل لحظة وحين. ولذلك بطبيعة الحال الأخ الشهب دائما في تواصل مستمر من خلال مداخلات ديالو دفاعا عن سكينة المنطقة وعن الخصاص والتهميش والهشاشة اللي كتعيشوا هذه المنطقة. فلذلك حنا على بينة دقيقة من معاناة وطبيعة المشاكل اللي كتعيشها هذه المنطقة، في مقدمتها الملاحقات المستمرة لمزارعي الكيف بهذه المنطقة. وهنا بغيت نأكد لكم الإخوان الأخوات بأنه نتحدى أي واحد أنه الفريق الاستقلالي كان له السبق، ماشي البارح، هذه 22 سنة باش طرحنا هذه القضية في البرلمان ملي كان دريس البصري مازال عايش، وما أدراك ما دريس البصري. لا لماذا؟ لأن احنا مأمنين بأنه هناك مشكل يجب أن يحل. كاين واحد المشكل، الكيف كاين، بغينا ولا كرهنا كاين. إذا ما خصوش يبقى الكيف، هذه نسميها فلاحة، كنسميوها فلاحة، بحالها بحال الزرع بحال الفول بحال الحمص، باش نكون واضحين. فيها هذا الكيف، فيه الدواء وفيه الداء بحال مزروعات أخرى. إذا حنا كنقولوا في المرافعة ديالنا داخل مجلس النواب وأمام الحكومة يعني لمدة طويلة، وخاصة من خلال المقترح القانون الأخير اللي تقدمنا به، وأنه الفريق الأول الذي تقدم بهذا الفريق يعني بهذا المقترح، وتقنين وتصنيع زراعة وتقنين زراعة الكيف وتصنيعها، بمعنى أننا كاين واحد الظاهرة خصنا نتعاملوا معها بمنطق. هذا الكيف يمكن فكروا كيفاش نرفعوا هذه الملاحقات وهذه المتابعات وهذا الخوف والرعب لكي طارد المزارعين في كل وقت وحين. إذا الحل الواحد فك الفريق ديالكم في البرلمان، الحل الواحد اللي فك الفريق الاستقلالي حزب الاستقلال في البرلمان، هو خصنا نبحثوا على واحد الآلية قانونية. شنو هي الآلية القانونية باش الناس يبقى الكيف المزارع كيزرعوا راسو عالي، ماشي هو كيزرعوا مخبع ولا كيزرعوا هو كيخلص ولا كيزرعوا هو كيخلص، كيبدا حنا عارفين منين كيبدا الخلاص، كيبدا من المقدم وطلع. فلذلك الإخوان قدمنا بهذا المقترح قانون باش الكيف يبقى زراعة فلاحة عادية. والآن الحمد لله أنه هذا المقترح مطروح على أنظار مجلس النواب، وللحكومة يعني عندها الكلمة الأخيرة باش تبنى ولا ما تبناش، واش توقف معكم ولا ما توقف، وهي ضدكم باش نقولوها من الآن. ولكن حنا غادي نبقاو صامدين، حنا غادي نبقاو صامدين إن شاء الله حتى إصدار العفو العام عن جميع المتابعين. وبالمناسبة كذلك راه الفريق الاستقلالي تقدم مقترح قانون ديال إصدار العفو العام، وزير العدل قال لي راه كاين تقريبا 80 ألف متابع في هذه الأقاليم، تصوروا 80 ألف مهدد بالسجن. إذا هذه الوضعية واش نحن نبقاو نخليوها نتفرجوا عليها هكذا؟ لا يمكن، ما يمكنش. إذا كذلك هذا القانون هذا المقترح راه معروض على مجلس النواب الإخوان. حزب الاستقلال كانت له الجرأة النادرة اللي ما قدر عليها حتى أحد باش يتقدم هذا المقترح إلا فريق حزب الاستقلال وبعده جاء حزب آخر. إذا فاحنا أمامكم، لأن كما قلت في البداية صوتكم، وسنظل معكم إلى أن تحل هذه المشاكل المهددة لاستقرار وسكينة من المزارعين وغيرهم. إذا فإن شاء الله حنا غادي نكونوا أوفياء وأمناء عليكم إن شاء الله في جميع المحطات القادمة، وسنظل نطالب ونكافح من أجل رفع الظلم والحيف والتهميش عليكم.
ماشي فقط انا، لان كنقولوا للحكومه هاد الناس راه ماشي اختاروا الكيف لانه اختاروا الكيف، وجدوا انفسهم مكرهين على الكيف لانه ما كاينش الاهتمام، كاين الفقر، كاين يعني العزله، كاين الهشاشه، كاين التهميش، كاين كل شيء. اذا الكيف فين كيتغرس؟ فين كيتزرع؟ ما كيتزرعش في الغرب، كيتزرع في الجبال، في يعني في الجبال اللي عندهم 4 متر ديال الارض، فين غادي كيتزرع هذا؟ اذا فكان هو السبيل. ولذلك نحن مازال ننبه الحكومه الى ان هذه الماده راه فيها الدواء اكثر من الداء، فيجب ان نستغلها في الصناعه